على فكرة احنا عندنا كوادر أوروبية. ايوه يا جماعه، زي ما بقول لكم كده، في مصر احنا عندنا لعيبه بمثابه اللعيبه بتاعت اوروبا بالظبط، اذا كانوا في خط الدفاع او في خط الهجوم او في اي مكان في الملعب، احنا عندنا اللعيبه اللي تلعب اللي تلعب في المكان ده، علشان نكون واقعيين مع بعضنا. وطبعا في خبر يعتبر يعني جميل جدا جدا يعتبر، واتمنى ان الخبر ده يتم على خير وفرحته تتم على خير واللعيبه دي تمشي، اذا كان من الاهلي او من الزمالك، لان بالفعل يا جماعه في عروض. ده طبعا بعد الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو ده، اقول لك اني احمد فتوح لاعب الزمالك او مدافع الزمالك، ومحمد عبد المنعم لاعب الاهلي او ايضا مدافع النادي الاهلي، جاي لهم عروض من نوادي كبيرة جدا. تقول لي يا عم نوادي كبيرة جدا، اقول لك ايوه نوادي كبيرة جدا ومصادر اساسية اتكلمت في العروض دي، ولكن ما فيش فاكسات رسمية، عشان نكون واقعيين مع بعضينا، ما فيش اي فاكسات رسمية. وزي ما عودتكم ودايما بقول لكم ان معنى كلمة فاكس رسمي ان النادي بعت ايميل رسمي للنادي التاني بيقول انا عايز اللاعب فلاني من عندك، لكن ما دامت الحته دي ما تمتش او ما اتعملتش، يبقى ده مش فاكس رسمي، يبقى ده كلام كده بالبق بمعنى صح، وكلاء اللاعبين جايبين العروض دي للعيبه دي. اللعيبه دي يا جماعه كان في كشافين حاطين عينهم عليهم، يعني في البطوله بتاعت كاس امم افريقيا، كان في كل المباريات اللي كان بيلعبها المنتخب المصري كانوا بيتابعوا اللعيبه دي، وبالاخص احمد فتوح ومحمد عبد المنعم اللي ظهروا بشكل، يعني عايز اقول لك ولا اروع من كده، واللي ظهروا بشكل يعني يخلي اي نادي كبير مهما كان حجمه يقول لك لا انا عايز لعيبه زي اللعيبه دي. واحد زي احمد فتوح يا جماعه، يعني عايز اقول لك كده مهاري، تخيل بقى يا راجل بيلعب في مركز الدفاع ومهاري، وفي نفس الوقت بيعرف لو واحد ضد واحد بتلاقيه بيكلفته بيلمه وبيخلص، وعنده يعني 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 ثقه كبيره جدا كده، حتى في الناحيه الهجوميه بتاعته عنده ثقه كبيره جدا، بيتعامل بمثابه ان هو مهاجم مش بس، بيتعامل بمثابه ان هو مدافع او بيلعب في مركز الدفاع فقط لا غير. ايضا محمد عبد المنعم صخره، عارف انت الصخره، عارف وائل جمعه كده، عارف يعني اللاعب اللي هو انت تحطه في مكان تبقى انت خلاص مطمن وقلبك كده زي ما بيقولوا كده حجر، بسبب ان انت معتمد على حد جميل جدا زي محمد عبد المنعم. اي سي ميلان واتلانتا يا جماعه الفريقين دول عايزين ياخدوا مين بقى؟ عايزين ياخدوا محمد عبد المنعم وياخدوا احمد فتوح لاعب نادي الزمالك. واتمنى اتمنى اتمنى ان نادي الزمالك وان النادي الاهلي يوافق على العروض دي، وان الصفقه دي تتم على خير واللعيبه دي تحترف بره. عارف ان في ناس مش هتقتنع بكلامي وتقول لي لا ده انت كلامك غلط، والنادي الزمالك طبعا مش ايوه نادي الزمالك مش هيضحي فيهم بالفعل، ولكن انا اتمنى ان نادي الزمالك يضحي في احمد فتوح، والنادي الاهلي مش هيضحي في محمد عبد المنعم لانه محتاجه جدا، وخصوصا ان هو دلوقتي يعني ظاهر بشكل مميز جدا، فالنادي الاهلي عايزه علشان يحقق بطولات بيه، فالطبيعي ده كله انا عارفه، ولكن انا بقول لك اتمنى ان الانديه دي تسيب اللعيبه شويه، اتمنى ان اللعيبه دي تسيب اللعيبه، الانديه دي تسيب اللعيبه، علشان خاطر حتى احنا لما نعمل منتخب زي منتخب مصر يبقى حاجه جميله جدا، لما نسوق لاعبين يبقى عندنا محمد صلاح واحد واثنين وثلاثه، دي حاجه بصراحه تبسط اي حد. ده كان الفيديو باختصار، انت ايه رايك في احتراف اللاعبين دول؟ اكتب رايك في التعليقات واشترك في القناه واعمل لايك للفيديو ده.